صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. نهار جديد، نشاط جديد. يمكن كثير اوقات منوع الصبح عبالنا بلكي نكمل النومه، منوع الصبح عبالنا انه اليوم ما يكون عندنا شيء، ما يكون عندنا مسؤوليات والتزامات ويكون النهار فاضي. ولكن لما بيكون في فراغ كمان منحس بقدي، لما بيكون في عجقه وبيكون في اشياء مطلوبه منا بنكون نحن مرتاحين اكثر بدون ما ننتبه. دائما لما بيكون الانسان عنده هدف بالحياه بيكون مبسوط اكثر، لو كان عم يتعب ليوصل له بس بيكون مبسوط اكثر. ما بنحس بهالفراغ الا لما بينتفي الهدف او بينتفي الحلم. الحلم مهم كثير بالحياه، مهم انه نكون مركزين على احلامنا وما نفقدها ابدا. نهار ممتع بتمنى لكم. نحن مواضيعنا عديدة كتير اليوم، رح نحكي بكتير من المواضيع المهمة مثل العادة ونجاوب على البعض من تساؤلاتكم. موجور صباح الخير كاتيا. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك أمين؟ أنا كتير منيح. صباح شو عنا اليوم؟ اليوم رح اشتغل كمان تكنولوجي وبرجع بعدين معي ضيفة إيمان مظلوم رح تكون معي لنحكي عن البوسو بول وكيف الاكسرسايزز فينا نعملهم بالبوسو بول. وانا بإيت سمارت اليوم مع ناتاليا غي بدنا نحكي عن الصداع او الميغرين، وعندنا دلال كنج مع وصفه جديده تارت على حبش. نحن اليوم كمان رح يكون عندنا ضيف بلايف اليوم، السفير الهولندي، سفير هولندا بلبنان يلي رح يخبرنا عن هالبلد الجميل، ونروح نحن وياه بزياره سياحيه الى هولندا. رح نكون كمان عم نحكي عن مين الفلتين هالحملة يلي عم تسمعوا عنها كتير، رح نشوف وين وصلت وشو كانت أسبابها وقديها الشباب والصبايا يلي بلكي هني ما مرقوا بهالتجربة ولكن حاسين مع كل شخص مرق بهالتجربة ومستعدين أنه يكونوا عم يروحوا بهالموضوع للآخر. مواضيعنا عديدة إذن مثل العادة، والبداية مع أب تو ديت. بأب تو ديت لليوم بين تشرين وتشرين مواجهة بين الذكور والإناث. يشهد العالم بشهر تشرين الأول من كل عام حملة بينك توبر لتوعية النساء حول مرض سرطان الثدي وتشجيعهم على الكشف المبكر. ومع بدء شهر تشرين الثاني بتنطلق حملة نو شيف نوفمبر لمطالبة بعدم الحلاقة، وذلك لتوعية الرجال حول مرض السرطان اللي بيؤدي إلى فقدان الشعر نتيجة العلاج الكيميائي. تزامنا مع حملة مين الفلتين كمان أطلقتها منظمة أبعاد للتوعية حول التحرش الجنسي، ويعد بعض التعليقات الذكورية يلي ألقت اللوم على الضحية بعد بدل المتحرش، يعني أمر مستنكر طبعا. واغتنمت بعض النساء اللبنانيات فرصة من وراء هالتعليقات لإطلاق حملة نو شيف نوفمبر للرد على هالموضوع الصاع صاعين. فغردت فاطمة المحمود على تويتر: من الصعب انه تحصل حملة نو شيف نوفمبر على الاهتمام اللي بتحصل عليه حملة بينك توبر عادة، وذلك لانه نحن مشغولات بالتوضيح لكم انه الاغتصاب جريمة. من جهتها كتبت لما الحاج: بدلا من نو شيف نوفمبر اطلقوا حملة نو ريب نوفمبر. طبعا ما بدنا نكون عم نجمل ابدا ونحكي بالجملة، بالعكس في رجال يعني هن يلي واقفين على هالموضوع، هن واعيين لهالموضوع وهن أكترية قصوى. انضم الجيش الفرنسي إلى لائحة الساخرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنه اعتذر ترامب عن حضور احتفال بذكرى الجنود الأمريكيين يلي قتلوا بالحرب العالمية الأولى بسبب المطر. وكان البيت الأبيض قال بأنه ترامب لم يتمكن من الحضور بعد أنه حال المطر دون وصول طائرته الهليكوبتر إلى مكان الاحتفال، وتسبب غياب ترامب عن الاحتفال بالدقيقة الأخيرة بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا غيابه إهانة بحق جنود بلاده. ومن جانبه نشر الجيش الفرنسي على حسابه الرسمي بتويتر تغريدة وصفت بالساخرة من عذر ترامب،
وجاء بالتغريدة عبارة: هنالك مطر لكن لا بأس، سنظل متحمسين، مع صورة قبل شوي شفناها لجندي عم يزحف على الأرض متحديا الأمطار. فوالا هي هي الصورة. Il y a de la pluie mais c'est pas grave. رحيل المسرح الفرنسي اللبناني نبيل الأظن بعد صراع مع المرأة. توفي المخرج المسرحي والكاتب الفرنسي اللبناني الأصل نبيل الأظن أول من أمس بأحد إحدى المستشفيات ببلدة أفينيون الفرنسية بعد صراع مع المرض عن عمر 69 سنة. ونعي عدد من المسرحيين والفنانين اللبنانيين ممن عاصروا وعملوا معه وتتلمذوا على إيديه. وتخرج الأظن من جامعة السوربون وأسس فرقة البركي أو البركي بفرنسا، وقدم على خشبة المسرح نصوص مسرحية بالفرنسية لكتاب عالميين عديدين، وأخلص الأظن للمسرح واستخدم بعروضه الفنون الأخرى ببراعة، فترك بصمة فارقة بعالم المسرح والأدب بفرنسا اللي انتقل للإقامة فيها خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام 78. كان من أول المسرحيين يلي نزلوا إلى وسط بيروت بعد انتهاء الحرب بأوائل تسعينات القرن العشرين ليدافعوا عن معالم المدينة الأثرية مثل تياترو بيروت. بالعام 99 قدم مسرحية للشاعر جورج شحادي بعنوان لوعة حب بتياترو الكبير، وذلك بالذكرى العاشرة لوفاة شحادي. حركت الرأي العام ضد سياسات إعادة الأعمار العشوائية، أتقن اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية وترجم العديد من النصوص الأدبية، وشغلته قضايا الصراع بين اللغة الأم ولغة الآخر والحوار والهجرة والحرب والنزوح. كما ألف العديد من الكتب الأدبية منها عن رئيسة مهرجانات بعلبك الفخرية سيدة مي عريضة، حاز عدد من الجوائز منها ميدالية الأداب والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية وجائزة المنتدى الثقافي بباريس عام 2007. رح ناخد فينا نقول الخبر فينا يلا. بعد ما احتار العالم منذ شهر أيلول بسبب وجود إبر بالفراولة بأستراليا، كشفت التحقيقات عن هوية المرأة يلي قامت بذلك لتحل اللغز يلي شغل الكتار لفترة طويلة. ووجهت المحكمة 7 تهم للمواطنة مي أوت ترينغ يلي وضعت إبر الخياطة داخل حبات الفريز. واعترفت المرأة البالغة من العمر 50 سنة بأن غرست الإبر بكميات كبيرة بالفراولة ولفترة طويلة لإفلاس رئيس الشركة يلي اشتغلت فيها. ومع ذلك فإنه جهات التحقيق لم تستطيع الوصول بعد إلى سبب وجيه لانتقام المرأة من صاحب الشركة، وهي عم تواجه اليوم حكم بالسجن لفترة بتوصل إلى 10 سنوات. معقول؟ ما زبطت معه. ذهبية وبرونزية للبنان بأيام قرطاج. فاز الفيلمين السينمائيان اللبنانيان ريزونانس ورحلة الصعود إلى المرئي الجائزتين الذهبية والبرونزية بختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية ضمن مجموعتي الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة. كثير من الأفلام اللبنانية عم بتكون، أو أكثرية حتى الأفلام اللبنانية عم بتكون عم بتحوز على جوائز يعني عالمية، جوائز عربية، وين ما كان يعني السينما اللبنانية والصناعة السينمائية عم بتكون بتقدم مستمر. وحصل فيلم ريزونانس للمخرج نيكولا خوري اللي بيعكس معاناة اللاجئين السوريين من خلال سوداوية أحلامهم، ويلقي الضوء على مرارة العذاب يلي بيعيشوه بعيدا عن بيوتهم وأرضهم. على الجائزة الأولى تانيت الذهبي ضمن مجموعة الأفلام الوثائقية القصيرة، بينما حصل فيلم رحلة الصعود إلى المرئي للمخرج غسان حلواني اللي بيعالج عملية إخفاء آثار مفقودي الحرب الأهلية اللبنانية والمقابر الجماعية ضمن النسيج العمراني للبنان، على جائزة التانيت البرونزي عن الأفلام الوثائقية الطويلة. وتجدر الإشارة إلى أنه ريزونانس فاز أيضا بالجائزة الأولى بمهرجان It's All True Film Festival بالبرازيل. أكيد بنقول مبروك للسينما اللبنانية أكيد على كل شيء عم تحققه. أكيد. رح نشوف سوا صورة اليوم من مرشل بالعناية، صورة رائعة، وطقس غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خلال بعد الظهر، واليوم تقريبا 25 درجة الماكسيموم على الساحل.
بدي اقول كمان انه حاز رحله السعود الى المرئي على تنويه خاص من لجنه التحكيم بمهرجان لوكارنو بسويسرا، وجائزه افضل فيلم وثائقي بمهرجان سينيمات بفرنسا. فيعني عم تكون كمان المواضيع يلي عم يعني تعالج السينما اللبنانيه مواضيع مؤثره جدا، والطريقه يلي عم تعالج فيها كمان عم تكون حلوه كثير، والتقنيات عم تتطور مع 100%. مع الوقت يعني نحن بنعرف انه التقنيين موجودين والمواهب موجوده، ولكن كمان نحن بحاجه لانتاج لحتى اللي نقدر نكون عم نوصل ودعم للعالميه ودعم كمان. نحن مواضيعنا عديده اذا اليوم مثل ما قلت لكم بي ام تي في لايف ستيفاني رح نكون عم نستضيف سفير هولندا بلبنان، ونكون عم نقوم بجوله سياحيه على هولندا، فاكيد رح تكونوا على الموعد. ام هلا لحظات وبنكون معه فوكس.